تشهد السجون الإسرائيلية حملة تصعيدية ضد الأسرى الفلسطينيين المتمثلة في الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى من قبل السجان الإسرائيليين، والتي طالت حتى الرموز والقيادات الفلسطينية الأسيرة، أبرزهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات. التفاصيل في تقرير مراسلنا بغزة شعيب يوسف. حراك شعبي واسع تضامنا مع القيادات الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي هنا قبالة مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة. احتشد أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعما لأمينهم العام النائب أحمد سعدات المعتقل في السجون الإسرائيلية، والذي تعرض للاعتداء عليه من قبل سجاني قوات الاحتلال. نؤكد بأن حياة الأمين العام هي حياة كل رفاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كلنا فداء لهذا القائد العظيم، وستكون هناك مواجهة شاملة في حال تم تعرض لحياة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. حرموا من الزيارات. مختصون في قضايا الأسرى أكدوا أن إدارة السجون الإسرائيلية تزيد من وتيرة الاعتداءات بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة القيادات منها، في ظل تجاهل حقوق الأسير والمواثيق الدولية من قبل السجان الإسرائيلي. فهذا الاحتلال لا يحترم لا نواب ولا يحترم أي حقوق إنسان، بمعنى يضرب بعرض الحائط لكل هذه الاتفاقات الدولية ولكل المفاهيم الإنسانية. أي مساس لأسرانا داخل السجون والاعتداء عليهم هو إطلاق ليد المقاومة في الضفة الغربية وفي القدس والثمانية واربعين. ويعد أحمد سعدات بجانب كونه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فهو أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمعتقل منذ 9 سنوات، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 30 عاما في سجون الاحتلال. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.